تتحدث عن خلافها مع أناصالة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. صدمت نور الجميع بخروجها بمجموعة من الاستوريات ترد على أسئلة المتابعين لها، وكانت معظم هذه الأسئلة عن لباسها الضيق وهل راح تلبس حجاب مستقبلا. أكيد، يعني أنه أنا دائما بقول الله يهديني، الله يحببني بالحجاب، أنه إن شاء الله اتحجب. بالعكس، أنا بتمنى أنه مثلا يجي يوم وأنه أكون أنا من جواتي مقتنعة أنه أنا اتحجب، هذاك الوقت بيكون حجابي صح. تعرفوا انه صار لي فترة ملاحظة انه كتير عم تكتبوا لي انه انت تغير لبسك، وليش صايرة بتلبسي ضيق، ما كنت تلبسي هيك. على فكرة انه انا من يومي نفس لبسي ما تغير. يعني شوفوا هدول الصور جبت لكم ياهن من زمان، من اول ما بلشنا. هون الصورة شو لابسة؟ في زون احمر وبدي ملزوق على الجسم. هون كنا اول ما بلشنا باليوتيوب، بهاي الصورة كنت حامل، شو لابسة؟ في زون وتيشيرت ضيق مع انه بطني كانت كبيرة. بهاي الصورة بعد ما ولدت التوأم شو لابسة؟ ليجينز مموه وبادي على قد الجسم. يعني انه شوفوا هدول الصور، هذا لبسي. هون كنت يعني عم بعمل روتين بالتنظيف، يعني لبسي نفسه ما تغير. انه شو معنى هلا عم تشوفوه ما كنت تشوفوه قبل؟ وايضا ليش ما بتلتقي مع عائلة أناصالة؟ وأكدت نور إنه هي دعت أناصالة على عدة مناسبات إلهم، بس أناصالة ما كانوا بيلبوا الدعوة. هلا نحن ما بنلتقي معهم لانه ما في خلطه بيناتنا حتى ولا مره انه قاعدين وشايفين بعض، عرفتوا؟ بس بتذكر حتى لما نحن على فكره اول ما اجينا على دبي انه بعتنا لهم وعزمناهم لعنا، وقت عصام بعت لهم وعزمناهم لعنا انه يجوا ونشوفهم، وحتى لما سوينا عرسنا هون بدبي عزمناهم، بس انه هن ما ردوا. فاجباري انتم مثلا اذا بعتوا لحدا وما رد فاكيد ما بترجعوا مثلا تبعتوا له، فلهيك يعني ما بنلتقي نحن وياهم. هلا نحن ما رحنا على الخطبه لانه ما عزمونا، يعني شلون مثلا ما يعزمونا ونروح؟ يعني انتم بتعرفوا قال بيقول المثل المال عزيمه ماله قيمه، فشلون بتكون هنا نروح اذا هن ما عزمونا؟ مع انه بتعرفوا شغله، عزمناه لغيث مروان على فكره. نحن لما عملنا عرس عزمناه، بعتنا له وعزمناه والله، بس هو ما رد حتى، يعني لا رد ولا اجى اصلا.